الكهرباء تعلن آخر موعد لتركيب العدادات الكودية بدلا من الممارسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ترند، قناة الأخبار العاجل والمنوعات. ولو عجبكم الفيديو يا ريت فضلا وليس أمرا تبعتوا الفيديو لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس، واللي بيشوفنا لأول مرة يا ريت يشترك معنا في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جددت مناشدتها جموع المواطنين الراغبين في تسوية وتغيير أوضاعهم المتمثلة في توصيل التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، وده قبل نهاية الشهر الجاري اللي احنا فيه ده، حيث تنتهي مهلة التقدم لتركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة. ولفتت وزارة الكهرباء في بيان ليها اليوم الثلاث لأنه تم مد المهلة من قبل كده حتى يتمكن الجميع من استيفاء الأوراق المطلوبة والقيام بتقديمها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة. وكانت وزارة الكهرباء أعلنت أنها تلقت نحو 815 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ نحو 2 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسعة. وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إنه ممكن للي عاوز يركب عداد كودي إن هو يقوم بالدخول على المنصة الإلكترونية وبعد كده تسجيل بياناته، وبعد كده يقوم باختيار نوع الوحدات السكنية وعددها وإدخال صورة البطاقة وإضافة صورة محضر ممارسة الكهرباء لكل وحدة، وبعد قبول الطلب بيتم إصدار رقم للطلب، وخلال أيام قليلة بيتم التواصل مع صاحب الطلب لتركيب العداد الكودي ليه. ووضح حمزة في تصريحاته إن العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع زيه زي العدادات المسبقة الدفع الأخرى، بس الفرق بقى بينهم إن ده بيحمل رقم، إنما القديم الأولاني كان بيحمل اسم صاحب الوحدة السكنية، أما الجديد بيحمل رقم. وإن نظام المحاسبة للاستهلاك هو نفس نظام المحاسبة لباقي العدادات، وفقا لتعريفة الكهرباء التي بدأ تطبيقها من أول يوليو الماضي. مؤكدا ان تركيب العداد الكودي ما بيقومش بتغيير الوعد المخالف، يعني العداد الكودي ما بيثبتش ملكية، انما هو علشان يحسب الاستهلاك بتاع الكهرباء، يعني كل وحدة استهلكت قد ايه، لكن هو ما بيثبتش ملكية. مؤكدا ان تركيب العداد الكودي لا يقوم بتوثيق الوضع المخالف للوحدة السكنية، وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربائي الذي تستهلكه الوحدة، يعني تستهلكه. وبيتم تحويل العداد الكودي إلى عداد شرعي في حالة التصالح مع الدولة وتوثيق الوضع القانوني للعقار المخالف أو إزالة العقار. وفي هذه الحالة وجود العداد الكودي لا يمنع الإزالة للعقار المخالف، أيوة طبعا، لأن هو ما بيثبتش ملكية زي ما أنا قلت. وفي النهاية يا ريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.